أهلا بكم يا شباب مع مجموعة جديدة من وثائق امتحانية من امتحانات بوكلت كتاب برافو، الكتاب الخاص بشرح ومراجعة القواعد. الوثيقة الأولى هنا بتقول إيدي دو ديكوراسيون، أفكار للزينة. داميان بيقول بونجور جو مابيل، عفوا بونجور جاميناج مون صالون، يعني انا برتب الصالون بتاعي. جو شيرش دي زيدي، انا بدور على افكار. فو بوفي ديكريغ لي موبل، يعني ممكن توصفوا لي او توصفوا الاثاث. موبل يعني الاثاث. اي لا ديكوراسيون دو فوتر صالون، والزينه اللي في الصالون بتاعكم. ميرسي دافونس يعني شكرا مقدما. اتو لي مومبر دو فوروم، شكرا مقدما لكل اعضاء المنتدى. فبيرد عليه جولي وبتقول مون سالون اي اسي سامبل، الصالون بتاعي يعني بسيط الى حد ما. دو ستيل جابوني، الستايل بتاعه ياباني. تو تي نوار اي بلون، كل شيء ابيض واسود. انتر لي كانابي اي لا تيلي، بين الكنبه والتلفزيون. اليا اون تابل باس، يوجد ترابيزه باس يعني منخفضه. اي مي دي في دي سون سو لا تيلي، والدي في ديهات بتاعتي بتكون تحت التلفزيون. ديريير لو كانابي يعني خلف الكنبه. اليا اون غروند تابل روند، يوجد ترابيزه روند مدوره. افيك كاتر شيز، باربع كراسي. À gauche du canapé, à la chimelle du canapé, il y a une plante et une lampe. يوجد نبات كده ولمبة. نبات يعني زهرية فيها نبات كده. Il y a aussi une petite bibliothèque. يوجد برضو مكتبة صغيرة. À côté de la porte, بجوار الباب. الشخص التاني اللي بيتكلم هو اسمه جام. اسمه كده جام. بيقول سالو داميان، اهلا يا داميان. جو دون مون صالون، في الصالون بتاعي. جي ان غران اكواريوم ان فاس دو لا فينيتر. اكواريوم يعني حوض سمك في مواجهة الشباك. عفوا، جي دو فوتاي، عندي كرسيين طوال. الفوتاي اللي هو الكرسي الطويل اللي هو شبه الكنبة. اتون تابل باس devant le canapé، وترابيزة برضو منخفضة أمام الكنبة. sur les étagères، وعلى الأرفف de la bibliothèque بتاعة المكتبة. il y a des objets de mes voyages، في أشياء بتاعة السفريات بتاعتي. et sur les murs، وعلى الحوائط. mur يعني حوائط. il y a des tableaux، يوجد طبلوهات أو لوحات. ces commentaires sont postés، الكومنتار يعني التعليقات زي كومنت بالانجليزي. التعليقات دي بوستي، منشوره فين؟ دون زان فوروم، في منتدى. عرفت منين؟ بسبب الكلمه اللي قلناها من شويه اللي هي فوروم. تمام. رقم 8، دون سو دوكيومون، في الوثيقه دي بنعمل ايه؟ اون تروف دي زيدي داميناجمون بور لا ميزون، يعني بنجد افكار ترتيب للمنزل. افكار ترتيب للمنزل، لان كل واحد بيقول انه مرتب بيته ازاي او مرتب الصالون بتاعه ازاي. السؤال التاسع، شي نقط لو سالون اي نوار اي بلون، عند مين بيكون الصالون اسود وابيض؟ عند مين؟ عند جولي، هي اللي قالت كده في الوثيقة في الجزء الأول أهو. شوف جولي أهي بتقول إن الصالون بتاعها أهو أسود وأبيض. نيجي للسؤال اللي بعده، جولي أي جام أون نقط دون لو صالون، عندهم إيه؟ جولي وجام عندهم حاجة في الصالون، عندهم إيه؟ عندهم دي كنابي، عندهم كنب. تعال كده نشوف، تعال ندور عند جولي. جولي بتقول انتر لي كنب، انتر لو كنابي اي لا تيلي، يعني اذا في كنب عندها. طب تعال نشوف جام. جام بيقول ايه؟ دور كده على الكنبه او الكنبي. اه
devant le canapé. أمام الكنبة. إذن هم الاثنين عندهم كنبة. نيجي للسؤال اللي بعده. نقط سي لا باسيون دو جام. في حاجة هي ايه الباسيون الشغف بتاع جام؟ هي ايه؟ لي فواياج، السفريات. طب عرفت منين؟ هقول لك. هو هنا بيقول سور لي ايتاجير، يعني على الارفف بتاعه البيبليوتك بتاعه المكتبه اللي عنده. ما فيهاش كتب بقى، الارفف فيها ايه؟ فيها الاوبجي دو مي فواياج، الاشياء بتاعه السفريات بتاعتي. نستنتج من الجمله دي ان هو راجل بتاع سفر، يحب يسافر كتير وبيشتري حاجات كتير او هدايا تذكاريه، فبيحطها على الارفف بتاعه المكتبه، فهو معتز بالحاجات دي. اذا هو بيحب السفر. اخدتوا بالكم؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك لو سالون دو جولي اي دو ستيل. الصالون بتاع جولي الستايل بتاعه ايه؟ جابوني، ياباني. عرفت منين؟ هي لسه قايلاها دلوقتي. ندور كده مع بعض عشان نجيبها بالظبط. ستيل جابوني، دوروا معايا يا شباب. ستيل جابوني، ستيل جابوني اهي. تمام، وبكده نخلص الوثيقة